السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم عن الكامبايلوباكتر جيجيناي والهيريكوباكتر بايلوري. الكامبايلوباكتر ظهرت كهيومن باثوجين امبورتد لأنها بتعمل انتيروكولايتس. الكامبايلوباكتر فيه منه ديفرنت سبيشيز، من ضمنها الكامبايلوباكتر جيجيناي، ودي المسؤولة عن الكامبايلوباكتر انتيروكولايتس. لما بتكون الكامبايلوباكتر كوستيف ايجنت اوف انتيروكولايتس، 95% منها بتطلع انها كامبايلوباكتر جيجيناي، خاصة بتبقى في التشيلدرن. الاذر كامبايلوباكتر سبيشيز زي كامبايلوباكتر فيتاس، دي ممكن تعمل سيستميك انفكشن، بكتيريميا، كوليسيستايتس، مننجايتس، وكل دول في الاميون كومبرومايزد بيشنت. في كومبليكيشن مهمة جدا بتحصل من الكامبايلوباكتر، وهي اوتو اميون ديزيز، بنقول عليه جيليان باري سندروم. الجيليان باري سندروم ده اوتو اميون ديزيز بيحصل بسبب ان الكامبايلوباكتر لما بتدخل الجسم بيكون ضدها اجسام مضادة. الاجسام المضادة دي بتعمل كروس رياكشن، بدل ما تهاجم بس الكامبايلوباكتر، كمان بتتفاعل مع خلايا الجسم نفسها او الانتيجنز اللي على النيورونز او الخلايا العصبية اللي في الجسم. فده بيؤدي لسنسوري لوس وباراليسز. هي دي الجيليان باري سندروم. يبقى الانتي بوديز اللي بتتكون كروس رياكت مع الانتيجنز اللي على النيورونز بتاعت الجسم. في اذر اوتو اميون ديزيزز ممكن تحصل ككومبليكيشن برضو من الكامبايلوباكتر جيجيناي، زي الرياكتيف ارثرايتس والرايترز سندروم. الرايترز سندروم ده عبارة عن سندروم بيبقى فيه ارثرايتس وكونجنكتيفايتس ويورثرايتس. المورفولوجي بتاعت الكامبايلوباكتر هي فيها شبه كبير من الفيبريو كوليري، لانها سمول جرام نيجاتيف باسيلاي كوما شيبد. ممكن كمان تاخد شكل تاني اللي هو الاس شيب او الوينج او جال وينج شيب. الجال وينج شيب يعني شبه الجناح بتاع طائر النورس. هي موتايل برضو، عشان كده ده تشابه ما بينها وما بين الفيبريو كولري. بيبقى عندها سنجل فلاجيلوم. لما نقول موتايل يبقى لازم الاورجانيزم ده عنده فلاجيلوم. الديستريبيوشن بتاعها ايه بقى بنوصفه؟ يعني الكامبايلوباكتر بتبقى عندها سنجل فلاجيلوم ات وان اور بوث بولز اوف ذا مايكرو اورجانيزم. يعني المايكرو اورجانيزم الواحد بيبقى عنده فلاجيلوم واحده في جهه، ممكن يكون عنده كمان واحده تانية في الجهه التانية من الباسيلس نفسها. الفيبريو كولري برضو كنا قلنا ان هي عندها موتايل والسنجل تيرمينال فلاجيلوم، عندها فلاجيلوم واحده، عشان كده في تشابه. الموتيلتي بتاعت الكامبايلوباكتر برضو دارتنج زي الفيبريو كوليرا، وقلنا الدارتنج دي زي حركة الدارتس اللي هي بتبقى سريعة وفجائية وفي اتجاه واحد. بالإضافة بقى في الكامبايلوباكتر كمان عندها كورك سكرو لايك موفمنت. الكورك سكرو دي يعني هي بتبقى حركة زي اللفة بتاعت الشنيور، وده بيساعد البكتيريا في انها تعمل بنتريشن، اختراق. الكالتشر كاركتر بقى بتاعت الكامبايلوباكتر هي يونيك قوي، او محتاجه حاجات معينه، سبيشال ريكويرمنتس. اول حاجه هي مايكرو ايروفيليك. يعني ايه مايكرو ايروفيليك؟ يعني البكتيريا دي محتاجه اكسجين بس بتنشن معين غير اللي موجوده في غير نسبه الاكسجين العادي في الاير. الاكسجين في الاير نسبته 20%. المايكرو ايروفيليك مايكرو اورجانيزم زي الكامبايلوباكتر محتاج سبيشال سبيسيفيك يعني او سبيشال اوكسجين تنشن، فهي بتحتاج 5% اوكسجين، كمان بتحتاج 10% سي او 2 عشان يحصل لها جروث. الكامبايلوباكتر جيجيناي كمان التمبريتشر بتاعتها بتحتاج درجة حرارة عالية، وبتطلع أحسن على درجة حرارة 42 ديجري سيلسيوس. يبقى معنى كده هي كمان ثيرموفيليك، يعني محتاجة حرارة عالية، فهي لها سبيشال ريكويرمنتس. فاحنا لما بنوصف الكالتشرال كاركتر لازم نوصف المايكرو اورجانيزم ده بيطلع على ايه، وبعد كده ايه الكونديشنز كمان اللي محتاجها، اكسجين ايه، التمبريتشر، البي اتش، تبع كل مايكرو اورجانيزم. احنا عندنا الميديا اللي بتطلع عليها الكامبايلوباكتر ممكن تطلع على البلاد اجار، بس احنا بن 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 بنستخدم السكيروز ميديا. السكيرو ده على اسم العالم اللي عمل الميديا دي. السكيروز ميديا دي ميديا عبارة عن بلاد اجار وفي انتي بايوتكس اللي هم الفانكومايسين والبوليميكسين والترايميسوبريم.
هي دي السيلكتيف ميديا اللي هي سيلكتيف، هتطلع الايه الكامبايلوباكتر وهتطلع وهتعمل انهبيشن للجروث اوف اذر مايكرو اورجانيزم. ليه بقى؟ الكامبايلوباكتر بتعمل انترايتس، معنى كده ان هي بتعمل دايريا. السامبل بتاعتنا او العينه بتبقى ستول، الستول اوف ذا بيشنت بيبقى فيه نورمال فلورا وكميات مختلفه وانواع مختلفه من البكتيريا. عشان كل دول نعمل لهم انهبيشن للجروث ونسيب الكامبايلوباكتر هي اللي تطلع، بنحتاج ان الميديا يكون فيها الايه الانتي بايوتكس دي. كمان الكامبايلوباكتر جيجيناي هي في البايوكيميكال رياكشنز بتاعتها هي اوكسيديز بوزيتيف وكاتاليز بوزيتيف، وهي اوكسيديز بوزيتيف ده يفرقها يفرق ما بينها وما بين الجرام نيجاتيف باسيلاي اللي بنقول عليهم الكوليفورم او الانتيروباكتريسي، دول بيبقوا موجودين في الاستول ولما بيعملوا انفكشن بيعملوا برضو جاسترو انترايتس. الانتيروباكتريسي اوكسيديز نيجاتيف كلهم، انما الكامبايلوباكتر اوكسيديز بوزيتيف. الكالتشر كاركترز بقى، بقيه الكالتشر كاركتر احنا اتكلمنا عن الميديا ان احنا بنزرعها على السكيروز ميديا. سكيروز ميديا دي سيلكتيف عشان الكامبايلوباكتر. هل في طريقه تانية؟ اه، لما نكون عايزين نعزل كامبايلوباكتر بس اذر ذان كامبايلوباكتر جيجيناي، احنا قلنا ان في ديفرنت سبيشيز اوف كامبايلوباكتر. لو استخدمنا السكيروز ميديا هتعمل انيبيشن لكل المايكرو اورجانيزم ما عدا الكامبايلوباكتر جيجيناي بس هي اللي تطلع. طب احنا لو عايزين نوع تاني هو اللي يطلع من الكامبايلوباكتر اذر ذان جيجيناي، ما هو دول كلهم بيتاثروا بالانتي بايوتكس، يعني لو استخدمنا السكيروز ميديا مش هيطلع. ففي طريقه اللي هي الفلتريشن. فلتريشن يعني بنفلتر البكتيريا، بنستخدم بكتيريا فلتر بيحجز كل البكتيريا وبينزل ايه الحاجة الصغيرة اللي السايز بتاعها صغير أصغر من حجم البور. فاحنا الكامبايلوباكتر دي صغيرة جدا في الحجم، فلما بنعمل فلتريشن الكامبايلوباكتر بتحتاج فلتر 0.45 مايكرومتر بور سايز. الفلتر ده بيحجز كل البكتيريا بس ما بيحجزش الكامبايلوباكتر، هي اللي بتنزل في الفلتريت. والعينة اللي بنستخدمها اللي هي ستول لازم تبقى ايمولسيفايد قبل ما نحطها في الفلتر. الفلترت بيبقى انوكوليتد برضو بعد ما نخلص، بعد ما يحصل فلتريشن والبقى وبقت العينه اللي معانا دي فيها الكامبايلوباكتر على اساس انها عدت من الفلتر. لو هي الكامبايلوباكتر موجوده في العينه هيبقى هنعمل لها بقى العينه دي انوكوليشن على النون سيلكتيف ميديا اللي هي ايه البلاد اجار. الباثوجينيسيس اند الكلينيكال بيكتشر اوف كامبايلوباكتر. الانفكشن بيحصل باي اورال روت، يعني المايكرو اورجانيزم بيدخل عن طريق الماوس للجسم. ممكن يدخل ازاي؟ عن طريق untreated water and food، يعني contaminated water contaminated food. contaminated food زي ايه؟ زي الرو ميلك او الميت او البولتري، كل دول ممكن يبقى فيهم كمان الاورجانيزم. ولو الفود حتى لو not contaminated لكن هو uncooked يعني untreated water او undercooked food، ده بيبقى كمان في المايكرو اورجانيزم، لان الدوميستيك انيمال والبولتري وفي انيمالز كتير فيها بيحصل لها انفكشن بالكامبايلوباكتر، فممكن الكامبايلوباكتر تبقى موجودة في الاستول، ممكن تبقى كونتامينيت الميت والبولتري. كمان الكونتاكت مع الانفكتد انيمال نفسه، فاحنا قلنا ان هي موجوده في الدوميستيك انيمال وموجوده في البولتري وكده، فلو في دوميستيك انيمالز زي البابيز مثلا كونتاكت معاهم وهو والبابي ده عنده دايريا ممكن يحصل بسهوله العدوى من الدوميستيك انيمالز خاصه للاطفال. في كمان ممكن الهيومن تو هيومن ترانسميشن بس قليل انه يحصل قوي. ده المود اوف ترانسميشن. طيب بقيه الباثوجينيسيس هنتكلم عن ايه؟ المايكرو اورجانيزم ده بيعمل ايه؟ بيعمل انترايتس. الانترايتس دي بتبدا از ووتري فاول سميلينج دايريا، بعد كده بتبقى بلادي ستول وبيبقى معاها فيفر وسيفير ابدومينال بين. إيه بيحصل ايه في بسبب ايه الدايريا بتحصل؟ بسبب انها بتطلع انتيرو توكسين وسايتو توكسين. الانتيرو توكسين ده
بيعمل ايه؟ بيشتغل في الانتستين زيه زي الانتيروتوكسين زي ما قلنا في الفيبريو، بيعمل بيقلل الابزوربشن بتاع الووتر، بيحصل سكريشن للالكترولايتس والووتر في الانتستين فبيحصل دايري. طيب السيتوتوكسين ده بيعمل انفيجن للسيلز بتاعة الانتستين، وده اللي بيسبب ان الدايريا تبقى بلادي. يبقى اللوكالايزد تيشو انفيجن مع التوكسيك اكتيفيتي بتوع الانتيروتوكسينز، كل دول بيعملوا الانترايتس. ممكن يحصل بكتيريميا وان المايكرو اورجانيزم يوصل للايه، للبلاد، بس بيحصل في نيونيتس او ممكن لو حد المناعه بتاعته قليله. الديزيز دايما سيلف ليميتد، غالبا سيلف ليميتد، يعني من يعني بيخف في حدود 7 ل 10 ايام. ايه المشكلة مادام هو سيلف ليميتد؟ مشكلة زي ما قلنا في الأول إن هو بيعمل معاه، ممكن يحصل منه كومبليكيشن خطير جدا اللي هي الأوتو إميون ديزيز، اللي ممكن تحصل بسبب الكروس رياكشن بتاعة الأنتي بوديز اللي ضد الكامبايلوباكتر. لما بيحصل لها كروس رياكت مع إيه؟ بتتفاعل مع النيورونز بتاعة الجسم وبتعمل جيليان باري سندروم أو أذر بارتس أوف ذا بودي، وبتعمل كمان رايترز سندروم ورياكتيف أرثرايتس. الدايجنوزز بقى ممكن العينة أو الستول نعمل له اكزامينيشن بسمير ويتصبغ بصبغة الجرام، بنشوف بيه المايكرو اورجانيزم، بنشوف المورفولوجي ونشوف الموتيليتي، كمان بنعمل كلشر للمايكرو اورجانيزم على سكيروز ميديا عند درجة حرارة 42 زي ما قلنا، لأنها محتاجة حرارة عالية وفي مايكرو ايروفيليك اتموسفير، يعني نستخدم لها جاز باك بيكون جواها الاكسجين تنشن مناسب انها تطلع. والكولونيز بقى لما بتطلع على الاجار بتبقى ايدنتيفايد بايه؟ بان احنا نعمل لها الجرام ستين ونشوف منها فيلم، ونعمل لها البايوكيميكال رياكشنز بتاعتها، ونعمل بعد كده بعد الايدنتيفيكيشن بنعمل انتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيستنج عشان نعرف ايه الانتي بايوتيكس اللي هتبقى مناسبه انها تستخدم. ممكن كمان غير ان احنا نعمل اكزامينيشن للستول، ممكن نعمل سيرولوجيك ديتكشن للكامبايلوباكتر. سيرولوجيك يعني نشوف ايه؟ نشوف الانتي بوديز في البلد عن طريق ايه، بالاليزا، وخاصة اللي بنعملها للناس اللي بريزنتد وز ايه، وز ارثرايتس اللي هي الرياكتيف ارثرايتس او الجيليان باري سندروم. التريتمنت بتاع الكامبايلوباكتر هي مينلي مادام في دايريا يبقى كوركشن اوف ذا فلويد اند الكترولايت امبالانس، لازم ريبليسمنت للفلويد والالكترولايت. كمان الكامبايلوباكتر جوجناي سنسيتيف للاريثروميسين والسيبروفلوكسين فبيتاخدوا كانتي بايوتكس. كده خلصنا الكامبايلوباكتر. هنتكلم عن الهيليكوباكتر بايلوري. الهيليكوباكتر بايلوري او البكتيريا الحلزونيه هي مشهوره جدا، لان في نسبه كتيره من الناس ممكن يكون عندها الهيليكوباكتر بايلوري. في مصر بنسمع عنها كتير، كمان هي في ناس ممكن تكون عندهم واسيمتوماتيك مش عامله اي اعراض، لكن في بعض الناس طبعا بيبقى عندهم اعراض. هي بتعمل ايه الهيليكوباكتر بايلوري؟ بتعمل كرونيك جاسترايتس، يعني بتشتغل على ايه بقى؟ المعدة، الاستومك، بتعمل كمان بيبتيك ألسر، وبتعمل كمان ديودينال ألسر، وهي important cause of ديودينال ألسر، ألسر في الديودينال. الانفكشن بالهيليكوباكتر بايلوري ده ريسك فاكتور ان الشخص يحصل له جاستريك كارسينوم، يعني في احتمالية ان الانفكشن او العدوى بالهيليكوباكتر تقلب وتعمل مالجنانسي ان ذا فورم اوف جاستريك كارسينوما. وكمان هي لينكد لحدوث الميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو ليمفوما. وكمان الهيليكوباكتر بايلوري ممكن بتعمل ايرن ديفيشنسي انيميا. يعني الناس اللي عندها هيليكوباكتر بايلوري انفكشن لايبل ان ممكن يحصل لهم ايرن ديفيشنسي يعني. وخطورتها بالنسبة للكارسينوجينيسيس هي كاتيجورايزد از جروب 1 كارسينوجين. كارسينوجين يعني مادة مسرطنة او مايكرو اورجانيزم كوزنج كانسر، يبقى هي كاتيجورايزد از جروب 1 كارسينوجين باي ذا دبليو اتش او. المورفولوجي والكالتشر كاركتر والبايوكيميكال رياكشن بتوع الهيليكوباكتر بايلوري،
الاتش بايلوري سيميلر للكامبايلوباكتر يعني في المورفولوجي، فهي جرام نيجاتيف كيرفد باسيلاي كوما شيبد، وممكن تكون اس شيبد برضو وكده عندها، بس هي موتايل بس الاختلاف في الفلاجيلا. احنا قلنا ان الكامبايلوباكتر جيجيناي بيبقى عندها سنجل فلاجيلم ات وان اند او بوث اندز، واحده في جهه وواحده في جهه او واحده بس في جهه. انما الهيليكوباكتر بايلوري بتبقى عندها مالتيبل فلاجيلي ات وان بول، على عكس الايه الكامبايلوباكتر اللي عندها سنجل. الاتش بايلوري هايلي يورياز بوزيتيف، يعني ايه؟ يعني بروديوس يورياز انزيم بكميات كبيره، ولما بنعمل لها اليوريز تيست بنلاقيه بوزيتيف. طب بتطلع اليوريز انزيم ليه؟ ده اكيد حاجه هتفيدها في الباثوجينيسيس او هتفيدها في انها تعمل الديزيز بتاعها، وهنتكلم ليه. فاليوريز بوزيتيف دي في الاتش بايلوري، لكن الكامبايلوباكتر هي يوريز نيجاتيف لانها مش محتاجه اليوريز انزيم. الاتش بايلوري اوكسيديز وكاتاليز بوزيتيف زي الكامبايلوباكتر. ده شكلها على البلاد اجار، الكولونيز بتاعتها بتبقى بين بوينت كولونيز، يعني صغيره قوي اكنها نقط صغيره قوي، وكمان بتبقى ترانسلوسنت يعني شفافه كده وشايني لامعه. طبعا بالجرام ستين هي لها الشكل بتاع الكوما والاس شيبد او الشيب بتاع الكامبايلوباكتر برضو نفس الشكل، وهي جرام نيجاتيف وموتايل. والكومن والموست كاركترستيك بايوكيميكال رياكشن اللي في الاتش بايلوري انها يورياز تيست بوزيتيف. اليورياز تيست في العادي بيبقى لونه اصفر. لما نضيف المايكرو اورجانيزم على التيست بيتحول اللون للون البينك ده، وده البوزيتيف يورياز تيست. الباثوجينيسيس والفيرولانس فاكتورز بقى بتوع الاتش بايلوري، الاونلي ريزرفوار اوف اتش بايلوري هو المين، يعني مش موجود في حد تاني عكس الكامبايلوباكتر. الترانسميشن يبقى من شخص للتاني، ما دام هو ما فيش اصلا مصدر للاتش بايلوري غير انها تكون في الانسان، يبقى ترانسميشن من شخص للتاني. الترانسميشن بقى ممكن يكون فيكو اورال او اورال اورال. كمان لما بنلاقي حد عنده هيليكوباكتر في فاميلي معينة طبعا بتنقل لأفراد تانية من العيلة، فبنلاقي إنها موجودة الترانسميشن أورال أورال ويزن فاميليز، وبرضو البوسيبلي باي فيكو أورال ميثود. الاتش بايلوري بقى علشان تعمل باثولوجي هي عندها مقومات تخليها تقدر تعمل انفكشن في الاستومك، خاصة انها داخلة على مكان صعب ان اي مايكرو اورجانيزم يعيش فيه. مفيش نورمال فلورا في الاستومك بسبب الهاي اسيديتي، الاتش سي ال بتاع الاستومك بيقضي على اي مايكرو اورجانيزم، وعشان كده الاتش بايلوري عندها الاسلحة بتاعتها اللي مخليها تقدر تدخل الاستومك وتعيش فيه. اول حاجة هي عندها رابيد موتيليتي بالفلاجيلا اللي عندها، فالموتيلتي دي بتساعدها انها احنا قلنا بتمشي دارتنج موتيلتي وكورك سكرو زي الشنيور، داخله بتعمل بنتريشن للميوكاس لاير اللي الطبقه الميوكاس لاير اللي الطبقه اللي بتغطي الابيثيليال لايننج بتاع الاستومك. ولما بتدخل في الميوكاس لاير بتوصل للميوكاس سكريتنج سيلز في الجاستريك ميوكوزا، توصل لخلايا الاستومك بعد ما تخترق الايه الميوكاس ايه لاير اللي عليها، وتبقى نير ذا ابيثيليال سيرفيس، وتبقى ادهرنت للابيثيليال سيرفيس باي ذا ادهيزنز باي ذا اورجانيزم. ليه هي عايزه تروح للاستومك للخلايا؟ هي اولا لازم تبعد عن الاتش سي ال بتاع الاستومك. لما بتدخل احنا قلنا انها بتطلع يورياز انزيم، اليورياز انزيم ده بيعمل سبليت لليوريا يحولها لامونيا وكربون دايوكسيد،
معنى كده انها بتكون امونيا جوه الايه، الاستومك. الامونيا دي بتحوط المايكرو اورجانيزم، بتبقى اكنها سحابه كده حواليها تحميها من الجاستريك اسيديتي. يبقى الامونيا اللي هي بتطلعها بسبب ان عندها يوريز انزيم، هي عندها يوريز انزيم يعمل سبليت للامونيا، لليوريا يطلع منها الامونيا. الامونيا بتحوط المايكرو اورجانيزم تعمل نيوتراليزيشن للجاستريك اسيديتي. الامونيا الكالين هتعادل الحمضيه بتاعه ال HCL بتاع الاستومك. بعد ما هي بتطلع اليوريز علشان يطلع تعمل منه الامونيا اللي هتساعدها انها تتحمى من الاسيديتي بتاعه الاستومك، وقلنا انها بتعمل بنتريشن للميوكس بتاع اللايننج بتاع الابسيليال سيلز بالحركه بتاعتها، وبعد كده بتبقى اتاتشد للميوكس سيكريتنج سيلز في الجاستريك ميوكوزا بادهيزنز بتساعدها على الاتاتشمنت. وبعد كده هي بقت بعيد عن الاسيديتي بتاعت الاستومك. كمان البرودكشن اوف امونيا باي يوريا، يعني لما المايكرو اورجانيزم يعني بيطلع الامونيا ده بسبب انه عمل سبليتنج لليوريا عشان عنده يوريز انزيم، ده بيساعد في الدمج بتاع الميوكوزا بتاعه الاستومك. بالاضافه لان الانفلاميشن اللي بيحصل كرياكشن من الاميون سيستم ده بيساعد في الدمج برضو بتاع الميوكوزا، فاحنا عندنا بيحصل دمج للميوكوزا بتاعه الاستومك بسبب حاجتين، بسبب الامونيا وبسبب الانفلاميشن او الانفلاماتوري ريسبونس اللي حصل. كمان اللوس اوف ذا بروتكتيف ميوكس اللي بيعمل كوتينج لل بكتيريا للاستومك ابيثيليال سيلز، ده اللي بيعمل جاسترايتس وبيبتيك ألسر. الجاسترايتس الالتهاب، والبيبتيك ألسر اللي هي القرح اللي في المعدة. كمان انا عايزه اقول ان البكتيريا بتطلع انزيم اسمه الميوسينيز انزيم، ده بيعمل ليكويفاكشن للميوكس. يعني هي مش بس كمان بتخترق الميوكس ده بالموتيليتي بتاعها، لا دي كمان بتطلع انزيمز تدوب الميوكس ده، فده كله بيؤدي انها بتوصل للانتستين قصدي للاستومك سيلز وتعمل جاسترايتس وبيبتيك ألسر. طيب هي لما وصلت وبقت ادهرنت للميوكوزا بعد كده هتعمل ايه؟ هي بعد كده هتعمل ايه بقى؟ البرزيستنس بتاعتها بسبب ان هي عندها الامونيا اللي بيحميها من الجاستريك اسيديتي هتفضل متواجده على الخلايا بتاعه الجاستريك ابيثيليال سيلز، فده هيخليها بيرزيستنت، تعمل بيرزيستنت كولونايزيشن، هتفضل تتكاثر وتنمو وتكتر في الايه، على الخلايا. فده بيعمل كرونيك جاسترايتس، ممكن اتروفي للجاستريك ميوكوزا ضمور، وممكن كمان البيبتيك ألسر بيحصل اللي هي القرح، وكمان ده بريديسبوزنج لانه يحصل ايه، جاستريك كارسينوم يعني مالجنانت ترانسفورميشن. في كمان فيرولانس فاكتورز مهمة بتساعد في الدمج بتاع الميوكوزا بتطلع من الهيليكوباكتر بايلوري، بتطلع سايتوتوكسين اسمه فاكيوليتنج سايتوتوكسين. الفاكيوليتنج سايتوتوكسين ده بيدخل من البكتيريا، بيطلع يدخل على الخلايا بتاعة الجاستريك ميوكوزا ويبدأ يعمل لها فاكيوليشن، اكن دخوله بيخلي الخلايا ايه، يحصل لها فاكيوليشن بسبب ان المايكرو اورجانيزم بيبدأ يمتص النيوترينس اللي هو عايزها عن طريقه من الخلايا بتاعة الانتست، من الخلايا بتاعة الاستومك. كمان في السيتوتوكسين اسوشيتد بروتين، ده من امبورتنت فيرولانس فاكتور في البكتيريا دي. السيتوتوكسين اسوشيتد بروتين ده بروتين معين بيطلع بسبب جين اسمه الكاج جين، واللي هو اسمه الكاج اي بروتين. طبعا السيتوتوكسين ده هيلب ايه، الانفيجن. السيتوتوكسين اسوشيتد بروتين جين ده بيبقى وصل البكتيريا دي من بره، يعني بيبقى جاي لها، ما نقول لها من
بكتيريا تانية as a virulence factor، بيبقى الجين بتاعه encoded على الكاج باثوجينيسيتي ايلاند. وايه هي الباثوجينيسيتي ايلاند دي؟ الباثوجينيسيتي ايلاند طبعا كان ايلاند يعني جزيره، جزيره اللي في الجزيره بتبقى هي عباره عن ارض وحواليها ميه، يعني الجزيره دي بتبقى فيها جينز مختلفه عن اللي حواليها وتقدر تتنقل من مكان للتاني. فالباثوجينيسيتي ايلاند دي ممكن تتنقل من بكتيريا للتانيه وهي عليها جينات للفيرولانس، لما بتتنقل الفيرولانس جينز دي بتتنقل معاها من بكتيريا للتانية. فاحنا عندنا الفيرولانس فاكتورز بتاعة الهيليكوباكتر بايلوري من ضمنها السيتوتوكسين اسوشيتد بروتين، ده بيتنقل لها عن طريق باثوجينيسيتي ايلاند، والايلاند دي عبارة عن ايه؟ كلاسترز اوف جينز كودينج ايه؟ فيرولانس فاكتورز. في الحالة دي هي كلاستر اوف جين ذات كود فور سيتوتوكسينز واسوشيتد بروتينز. الستريندز اللي بتعمل سيفير فورم اوف جاسترايتس وبيبتيك ألسريشن ومالجنسي غالبا اكيد بيكون فيها الفاكيوليتنج سيتوتوكسين والسيتوتوكسين اسوشيتد بروتينز اللي هم الجينات بتاعتهم انكودد على باثوجينيسيتي ايلاند موجودة على البكتيريا. والباثوجينيسيتي ايلاند دي زي ما قلنا عبارة عن مجموعة من الجينات ذات كود فور فيرولانس جينز وممكن تتنقل من مكان للتاني من بكتيريا للتانية. يبقى كده احنا قلنا كل الفيرولانس فاكتورز اللي بتساعد البكتيريا على الانفيجن وعلى انها تعمل الباثولوجي بتاعها، هي بتطلع اليوريز انزيم فبيحول لها اليوريا لامونيا وسي او 2. الامونيا دي بتستخدمها انها تعادل الاسيديتي اللي موجوده في الاستومك فبتساعدها في البنتريشن، وبتساعدها كمان واللي بيساعد كمان اكتر في البنتريشن الحركه بتاعتها. بتخترق الميوكس المبطن الجاستريك ابيثيليال سيلز، ولما بتخترقه بتوصل للخلايا. إيه لما بتوصل للخلايا هي كمان وهي بتخترق وبتطلع انزيمات تذوب في الميوكس ده. لما بتوصل للخلايا بتلتصق بيها بتعمل ادهرنس عن طريق الادهزنس، وكمان بتطلع فيرولانس فاكتورز زي اللي إيه قلنا عليهم اللي هم الكاك اي بروتين والفاك اي الفاكيوليتنج سايتوتوكسين اي بروتين وال كاج ايه جين بروتين. الدايجنوسيس بقى بتاع الاتش بايلوري في انفيسيف ميثود ونون انفيسيف ميثود. انفيسيف ميثود يعني هناخد عينه من الجاستريك ميوكوزا، هناخد عينه من المعده دي عن طريق الاندوسكوبي بمنظار. يبقى الانفيسيف ميثود عن طريق جاستريك بايوبسي سبيسيمين اوبتيند باي اندوسكوبي. العينة دي بعد ما بتتاخد بتبقى بتتدوب في سلاين، وبعد كده نعمل لها كالشر زيها زي الكامبايلوباكتر برضو على السكيروز ميديا، بس الاختلاف في الكالشر كونديشن بتاعت الاتش بايلوري. الاتش بايلوري بتحتاج درجة حرارة 37، كمان بتحتاج هيوميد اتموسفير، وبتطلع بعد 7 ايام. فعشان كده بنعملها انكيوبيشن لمدة 7 ايام بتطلع على السكيروز ميديا. بعد ما المايكرو اورجانيزم بقى اللي كان في العينه عملنا له كالتشر وطلع على الميديا، بناخد سمير بناخد عينه من بناخد كولونيز من الميديا ونعمل لها ستيننج بالجرام ستين ونعمل لها اكزامينيشن. وممكن كمان ناخد هيستولوجيك سيكشن ستيند وذ سبيشال ستين من العينه دي، ودول كلهم هيبينوا لنا الكيرفيد او السبايرال اورجانيزم. الرابيد تيست اللي ممكن يتعمل برضو من الجاستريك بايوبسي هو اليوريس تيست، بان احنا ناخد الجاستريك بايوبسي نحطها على ميديم كونتيننج يوريا، والميديا دي لونها بيبقى اصفر، ولو حصل تشينج في الكالر يبقى ساعتها بقت لونها بينك، يبقى ساعتها يبقى العينة دي فيها ايه؟ هيليكوباكتر بايلوري.
دي كده الانفيسيف ميثود، اللي هي عن طريق ان احنا ناخد عينه من الايه، من الاستومك عن طريق منظار. طب النون انفيسيف ميثود ان احنا ايه، يجي لنا ناخد المايكرو اورجانيزم من عينه، مش نستخدم منظار. طب هي الهيليكوباكتر دي موجوده في الاستومك، على بال ما الهيليكوباكتر دي توصل للاستول بيكون المايكرو اورجانيزم مات، هي بتعيش في الاستومك. فالحل يبقى ايه؟ الحل ان احنا نعمل ديتكشن لوجود المايكرو اورجانيزم في مكانها في الاستومك. ازاي؟ الشخص ده تيست بيتعمل اسمه يوريا بريث تيست، عبارة عن كبسول فيها فيها يوريا، عبارة عن يوريا، بتبقى الكربون اللي جوه اليوريا بيبقى راديو ليبلد. البيشنت بياكل الكبسولة دي، وبعد كده في خلال مدة قليلة قوي بنشوف ديتكشن للسي او 2. لما اليوريا بتنزل في الاستومك بتاعت البيشنت، لو الهيليكوباكتر موجودة في الاستومك هتعمل سبليت لليوريا اللي البيشنت ده اكلها لامونيا وكربون دايوكسيد. هنعمل ديتكشن للكربون دايوكسيد بانه يطلع في النفس بتاع البيشنت وهو بيتنفس. يبقى بعد ما هيعمل انجيشن او ياكل الكبسول اللي فيها الكربون ليبل يوريا، هيحصل ايه؟ الاكسهيلد بريس بتاع البيشنت هيطلع كربون دايوكسيد، بيطلعه في باج كده. الباك دي بقى بعد كده بناخدها ونعمل لها ديتكشن للراديو ليبل كربون فيها. لو طلع فيها على طول يبقى الهيليكوباكتر موجودة في الاستومك. الديتكشن بتاعها على طول في خلال دقايق من بعد ما البيشنت بيعمل انجيشن للكبسول، ده معناه ان في حاجة سريعة عملت سبليت لليوريا وطلعت منه السي او 2. لكن في العادي لو ما فيش هيليكوباكتر بايلوري في الاستومك بتاعت البيشنت، هيحصل انجيشن وبعد كده القرص ده هيروح للامعاء ويحصل له امتصاص، وبعد كده يروح للليفر، وده بياخد ساعات. بعد ما يروح للليفر، الليفر هو اللي هيعمل السبليت بقى لليوريا اللي فيه، وساعتها السي او 2 هيظهر، بس ده هيبقى بعد ساعات من الانجيشن او بعد اكل القرص ده بساعات. لكن احنا في التيست بنلاقي ديتكشن للكربون على طول بعد ما ايه، البيشنت بيكون اكل القرص اللي فيه اليوريا. في كمان دايركت ديتكشن للانتيجين بتاع الاتش بايلوري باي اليزا، يعني احنا بنقول البكتيريا ممكن هتنزل في الاستول بس مش هتبقى ايه، يعني هتبقى ديد. فالانتيجنز بتبقى موجودة في الاستول، لان الانتيجنز دي عبارة عن حاجات في الدي ان ايه بتاع البكتيريا، فممكن نعمل له ديتكشن في الاستول، ودي برضو يوسفول فور ذا دايجنوزيس وفي الفولو اب كمان المتابعة. كمان ممكن يتعمل بي سي ار على العينة، تبقى الجاستريك جوز او من الفيسز او من البايوبسي. كمان في ممكن سيرولوجيك ديتكشن للايه، للانتي بوديز بقى، فين؟ في البلاد، باي ناخد عينة من الدم والسيرم ده نعمل فيه سيرولوجيك ديتكشن للايه، للانتي بوديز اللي ضد الاتش بايلوري. السيرولوجي عن طريق الاليزا، وبنلاقي ان التتر بتاع الانتي بودي او الكميه عاليه قوي، هاي في حاله الايه، الناس اللي عندهم كرونيك ايه انفكشن وهيليكوباكتر بايلوري. ده اليوريا بريس تيست، البيشنت بيتنفس في الباك دي، وبعد كده الباك دي بتتاخد وتتشاف على جهاز علشان نعمل ديتكشن للراديو ليبلد كربون دايوكسيد اللي فيها او الكربون اللي فيها. التريتمنت بقى بتاع الاتش بايلوري عباره عن تريبل ثيرابي، ثلاث حاجات مع بعض، اتنين انتي بايوتيك ومعاهم انتاسيد. يعني البيشنت ده بياخد مضاد حيوي عشان المايكرو اورجانيزم، وبياخد كمان ايه، حاجه تقلل بروتون بامب انهيبيتور او اسيد لورينج بروتون بامب انهيبيتور. زي ايه الانتاسيدز؟ الاوميبرازول واللانسوبرازول. كل ده بيعمل ايراديكيشن للاتش بايلوري في 90% من الحالات، وبيقلل الريكارنس ريت بتاع البيبتيك ايه السر.
بالنسبه للتريبل سيرابي، التو انتيبيوتكس اللي بتاخده الكلاريسرومايسين مع الاموكساسيلين او كلاريسرومايسين مع مترونيدازول.